نعتذر لجميع المواطنين لأن جايين على مود صيانة وطن تصعيدنا لأجل سلامتكم. هذا كل اللي نقدر نقوله. أما بالنسبة للأضراب فمن المستحيل كأحد طلبة جامعة بابل أن نداوم ودماء الشهداء هاي الغالية نعوفها، مستحيل هذا الشيء راح يصير. يخادعون الله والذين آمنوا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. تظاهرات اليوم، التظاهرات المليونية تمثل نسبة كبيرة من المجتمع العراقي، وما هي إلا تظاهرات لطرد المحتل الغاشم ونصرة لسيادة العراق. يا أخوان، لكن يجب أن لا تكون النظرة جزئية بالنسبة إلى سيادة العراق، يجب أن يكون النظرة إلى سيادة العراق نظرة كاملة، لا على حساب دولة دون أخرى. أما بالنسبة للمتظاهرين، أني أعلم أنهم متظاهرين وطنيين وخارجين من أجل الوطن، لكن يا أخوان أن الكتل السياسية التي دعت إلى هذه التظاهرات تشكل أكثر من 50% من البرلمان العراقي، أي أن القرار العراقي بيد هذه الكتل. لو كانت فعلا وطنية وتدعو إلى التخلص من الاحتلال فعلا لاجتمعت تحت قبة البرلمان واختارت رئيس وزراء وحكومة قوية تعيد للعراق هيبته وسيادته. لكن يا أخوان، هؤلاء الذين دعوا إلى هذه التظاهرات يستغلون عقولنا ويستغلون عواطفنا، فيجب أن نكون على وعي تام. ورسالتي إلى المتظاهرين الوطنيين اللي خرجوا بهذه المليونية، أتمنى من عندكم تبقون واقفين بالجادرية وتسوون انقلاب ضد القادة، وتطالبون بالاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين والقصاص من قتلة العراقيين. رسالة إلى الحكومة العراقية، رسالة إلى دعاة كسر الأضراب العام. طبعا احنا كطلاب مستحيل 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 راح نباشر بالدوام اذا ما نلمس ريحة وطن، نلمس سيادة لهذا البلد، نعيد هيبة البلد، يكون من نقول اني عراقي، اتشرف وارفع راسي بين البلدان انه اني عراقي ولي سيادة، واني طالب، من نقول اني طالب بكلية العلوم اتشرف انه اني تحت هيئة تدريسية ووزارة تعليم عالي رصينة معترف بها بين دول العالم. مو اليوم أنا يطلع لي وزير 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 شلون ما تقول متباهي أو يصدر قرار يقول اليوم الجامعات العراقية خارج التصنيف العالمي. بس أريد أنا أسأل هذا الوزير، هو وزير سابق، يعني أنت من نزلت هذا البوست أو المنشور انت تفتخر انت خرجت من التصنيف العالمي؟ انتم تعرفون الجامعات العراقيه في سابق عهدها شنو كانت؟ تعرفون كانت افادات تجينا من بريطانيا، من سويسرا، من امريكا، كلها هذه تجي افادات بجامعه بغداد وجامعه الكوفه وغيرها من الجامعات الرصينه. ف
فاحنا ما راح نباشر بالدوام وما نرجع لدوامنا اذا ما نلقى وطن وعراق يحكمه الشرفاء. اما بالنسبه للفاسدين خلاص إناف، انتهت قضيتكم بالنسبه للعراق، ما لكم مكان بيننا ان شاء الله. مثل ما قال الشاعر محمود درويش رحمه الله عليه: ايها المارون بين الكلمات العابره، احملوا اسماءكم وانصرفوا، وخذوا ما شئتم من صور وانصرفوا، كي تعرفوا انكم لن تعرفوا. كيف تبني قطعه من ارضنا سقف السماء، كيف تبني فكره من جيلنا سقف السماء. للمماطلة والتسويف اللي تقوم به حكومتنا الحالية أجريت محافظة بابل بالتنسيق مع المحافظات البقية من ذي قار والديوانية تصعيد سلمي، وهذا التصعيد راح يكون هو تصعيد جزئي، مو بهاي ضرورة، وإنما أنا أدعرج على فد نقطة مهمة اللي هو اختيار رئيس وزراء. اختيار رئيس وزراء يمكن الشعب وعى رئيس الوزراء ليش هالمماطلة والتسويف؟ ليش احنا ما نجي برئيس وزراء مستقل؟ رئيس الوزراء ليش التأخير؟ وإنما العراق دا تقوده خمس قادة اللي هم خمس قادة الأحزاب الخمسة يتقسمون الوزارات، القائد الفلاني له الوزارة الفلانية، الوزارة الفلانية والقائد الفلاني الوزارة الفلانية والوزارة الفلانية. فيا أخي الشعب وعى، يعني اللي ترجى من الحكومة كافي مماطلة وكافي تسويف.
طبعا بعد عدم استجابة الحكومة للمطالب المتظاهرين المشروعة، قرروا المتظاهرين القيام بخطوات تصعيدية ومن ضمنها قطع السريع. طبعا قطع السريع هو قطع جزئي وليس كلي، هذا الهدف من هذا التصعيد السلمي انه لضغط على الحكومة وليس ضغط على المواطنين، لان مثل ما قلت هو تصعيد جزئي، يعني المواد الغذائية الأدوية تفوت، ولكن احنا هدفنا بالنهاية هو الضغط على الحكومة للاستجابة للمطالب. بعض يعني الاشخاص او يتهمون المتظاهرين او اللي قطعوا السريع بانهم مخربين، بالحقيقه هم ليسوا مخربين وليسوا قطاع طرق، وهواي من الفيديوهات انتشرت على الفيسبوك تثبت ذلك، تثبت انهم ناس سلميين وطنيين هدفهم فقط تحقيق المطالب المشروعه بالنسبه لهم. اما بالنسبه لمساله الاضراب ومساله الدوام، الكثير من عندهم قالوا احنا او قالوا انه المتظاهرين يريدون يعني هاي خطوه لتجهيل المجتمع. بالحقيقه هي مو لتجهيل المجتمع، نوبات الانسان من تكثر من يسير نحو الهاويه يحتاج الى فتره يوقف يراجع حساباته حتى يرجع افضل، نوبات يحتاج لفتره زمنيه ينقطع حتى يشوف ليش هذا التدهور بالتعليم. فاحنا حقيقه وقفنا هاي الفتره وهذا يعني قررنا انه نسوي اضراب حتى نراجع نفسنا، وبنفس الوقت هي خطوه حمل ضغط على الحكومه. وحتى هذا الطالب احنا كطلاب من قعدنا بالبيت راح يثير علامات استفهام، ليش قعدوا؟ على مود يسلط الضوء على الواقع التعليمي المتردي. بالحقيقه انا احد الشباب اللي اجتني بعثه للخارج والبريطانيا، بس بالحقيقه ما حصلت هاي البعثه نتيجه فساد الحكومه وضاعت سنه. انا كنت من الطلبه المتفوقين للعلم حتى ورا ما رجعت الى الدراسه، بس بالحقيقه هم يعني بعد ما اجلت سنه كانت هم درجاتي ممتازه وعلاماتي كانت يعني تتراوح بين امتياز وجيد جدا، وما اثرت على مستواي الدراسي. احنا كل شيء اللي بنسويه هو سلمي، احنا اللي بنسويه هو من اجل العراق، وبالنهايه ما يبقى غير اسم العراق. فاللي نريد من الكل انه يتعاون ويانا، لان ان شاء الله هي فقط مده زمنيه وراح ينتهي كل شيء، ووجود هؤلاء الابطال ان شاء الله نقضي على الفساد والفاسدين. عزيز عمي الله يسلمك. بعد التسويف المماطلة من قبل الحكومة العراقية وانتهاء مهلة الناصرية التي أعطتها الحكومة، قرر المتظاهرين بالتصعيد السلمي بقطع طريق السريع الذي يربط بين المحافظات العراقية وبغداد. هذه كخطوة بدائية للتصعيد، وإنما هناك خطوات أخرى سوف يتطلع عليها الشارع في الأوقات اللاحقة. ونحن لحد الآن مستمرين بالأضراب لمدة ما يقارب 85 يوم، مستمرين في الاعتصام والإضراب عن الدوام لحين تحقيق المطالب واختيار حكومة جديدة في هذه الأوقات. إذا لم تستجب الحكومة لهذه المطالب سوف يعلن عن إضراب وعصيان مدني في عموم العراق. في الواقع اكو تسويف واكو مماطله في الحقوق التي يتطالب بها المتظاهرين. هذه التسويف وهذه المماطله هو لتشتيت الاراء وتشتيت افكار الشارع العراقي. شاطئ الزهرة.
فوبكم. ها؟ فوبكم. شنو هذا؟ صور صور شنو؟ فيديو. ها؟ فيديو. بس شنو تفكر؟ كل شيء حلو. بس شنو هذا الموبايل؟ سم هذا الموبايل. تالي؟ طبعا هاي الرساله احنا مضطرين نوجهها لجميع ابناء شعبنا العراقي من شماله الى جنوبه وخاصه الابناء شعب بابل. نقول لكم يا ابناء شعب بابل، اذا ما عندكم قدره على التصعيد السلمي اكو حلول ثانيه. من ضمن هذه الحلول يعني تطلع ساحه التظاهر، ساحه الاعتصام. ما تقدر تطلع ساحه الاعتصام، ادعم المعتصمين بخيام الاعتصام بمواد غذائيه بسيطه. ما تقدر تدعم، اطلع الظاهر بمنطقتك. اذا ما تقدر تطلع تظاهر بمنطقتك بباب محلك، خلي لك علم عراقي واوقف، هذا دعم للتظاهر. انت ابو السياره خلي لك محل، خلي لك علم عفوا. كل الاطياف المجتمع العراقي المفروض تشترك بهذه التظاهره السلميه، تعبر عن رفضها، تعبر عن رفضها بمن؟ من خلال حمل العلم العراقي. انتم اخوتنا الاطباء اليوم لازم تشاركون بهذه المهمه. مشاركتكم شلون راح تكون؟ يعني على سبيل المثال، يعني انت عندك 30 مراجع، خلي المراجعين الاخيرين مجانا، هذا دعم لمن؟ للانتفاضه، ثوره اكتوبر. احنا مستمرين بتصعيدنا السلمي، اذا انتهى قطع الشوارع راح نتجه لتصعيد سلمي اخر، يكون اكثر ضراوه واشد قساوه على الفاسدين، راح نروح عليهم لبيوتهم، نوجههم، نقول لهم يابا اذا ما تنفذون مطالب الشعب فالشعب براء من عندكم. وراها اذا ما سمعوا هذا الكلام لا، نقول لهم يابا انتم مو من عندنا واحنا مو من عندكم، انتم لازم تغادرون المنطقه هذه، لانه انتم ما وفيتوا بوعودكم. اليوم ممثل الشعب شنو هو؟ رجال ده زيناب شغله يخلص شغلتنا، اذا ما يقدر يخلص شغلتنا هذه الله محمد وعليه، هو ما مفروض علينا، هو ممثل انه رايح ما انجز مهمته، فنقول له كافي لهنا كافي خلاص. طبعا نطالب بتشكيل حكومه مؤقته، واجبها الوحيد هو تقديم الجنات للعداله اللي قتلوا الشهداء، واجبها الثاني هو الاشراف على الانتخابات، زين، حل البرلمان، اجراء الانتخابات فقط. هذه الحكومه ما راح تشترك بالانتخابات، ما ريتها تشترك بالانتخابات، شرط من الشروط هذه. هذه مطالبنا الاساسيه، قانون انتخابات لازم، هذا القانون نشوفه احنا مو عادل، لازم يتعدل، يصير عليه تعديل مره ثانيه وينقر ويصادق هذا القانون. إذا ما نقر وصادق هذا القانون لا، ما راح نرجع لبيوتنا نهائيا، يعني لا يراهنون على هذا الرهان أنه نرجع لبيوتنا، من سابع المستحيلات ما نرجع لبيوتنا إلا على نعوشنا.
احنا كطلاب قانون مع التصعيد السلمي، وايضا من ضمن هذا التصعيد بقطع الطرق الجزئي اللي مضمون من ضمن القوانين الداخليه والدوليه، ما عندنا اي وسائل تخريبيه. هذا التصعيد كان بسبب انه الحكومه تجاهلت مطالبنا، تجاهلت تنفيذها، يريدون ينفذون اراده الدول الشرقيه والغربيه علينا، يريدون يسوفون المطالب، يريدون يبخسون حق الشعب العراقي، يريدون تستمر هاي المحاصصه، يريدون تستمر كل هذا العذاب للشعب العراقي. وكذلك اكو لحد اليوم هذا اكو من يعارض هذا الشيء، يعارض قطع الطرق فيه على سبيل مصلحته الخاصه ونسوى مصلحه الوطن. اوكي انا قطع الطريق تحملني شهر بعدين راح تحصل على حياه كريمه طول عمرك، ليش تطلع ضدي وتحكي علي؟ على شنو انت؟ مو من ضمن، وهو بنفس الوضع وبنفس الخراب اللي انا عايش به. بالنسبه لاضراب الطلاب فراح يستمر الى تتحقق المطالب، حتى لو تتاجل السنه عاده تتاجل السنه، ما اهمنا هذا الشيء، اهم شيء احنا نحصل وطن. نخسر سنه او كان نربح العمر كله، فهي معادله بسيطه ومعروفه. جينا ويا الشعب سوار، ومن نسلم القانا وهون يفرح كون يفرح، هون يفرح كون يفرح، يدمج قلبه ويا الهوشات يفرح كون يدمج قلبه ويا الهوشات يدمج قلبه ويا الهوشات. على اهلي واهل ولايتي الحله باقضيتها ونواحيها، باقضيتها ونواحيها. الله عليكم، انا اسالكم، نريد نحكي حكي عرب. مقتنعين بالاحزاب؟ مقتنعين بالتيارات؟ مقتنعين بالحركات؟ لا. يعني بروح والديكم انا بدي اسالكم سؤال. بعض النفوس الضعيفه اجلكم الله، واني احكيكم الصدق ودائما احكيها، كل متظاهر كل متظاهر يجي الى ساحه التظاهرات، والله اخلي حذاء على راسي واتشرف، والله العظيم، وانا اعتبر ومسؤول عن كلامي، من ما يجي للتظاهرات وما يسند المتظاهرين فلا شرف له. لا والله العظيم الى اخوي الى اخوي اشكك بنسبه استاذ، فارجوكم احنا نبكي دم على هاي ساحه التظاهرات. عدنا اليوم في هذه التظاهره مع نهايه هدنه وطن التي اعلنتها الناصريه، وتضامنا من قلوبنا نحن متظاهرين محافظه بابل، وردا على التسويف والمماطله التي قام بها الاحزاب الحاكمه وعدم تلبيتها في تسميه رئيس وزراء مستقل وقوي وحامي لهذا البلد، وقيامنا بهذه التظاهر السلميه تلبيه نداء هذا الشعب المتظاهر، الشعب الذي ضاق الامرين من هذه الاحزاب الفاشله ومن كل ما ظهر على هذه الساحة، وخصوصا قلة الخدمات وعدم وكثرة البطالة والأمراض المتفشية بالبلد وعدم الانصياع إلى هذه المطالب، المطالب الحرة التي متوحدين بها، هي مطالب المتظاهرين التي كل يوم نتكلم بها، وهي أولا اختيار رئيس وزراء جديد يمثل هذا الشعب، يمثل ساحة التظاهر، يمثل كل فئات المجتمع العراقي ولا فرق بين واحد. ونحن في هذه التظاهرة اليوم يد في يد، وتباً لكل المخربين، وتباً لكل من يقوم بأعمال التي تخالف القانون وتخالف الدستور وتخالف الأعراف. نحن سلمية سلمية إلى آخر نفس موجود فينا، وشكراً جزيلاً.